بيربح 100 علامه، فممكن اللي بيخسر فريقه كانه قال له لفريقه انتوا خسرتوا برا، فانتبهوا كثير منه. اوكي خلص هذه هي المجموعه هون. الشخص اللي بيحبنا لنا انه عم بيوجهنا، بس في اشخاص ما بيحبونا، ممكن ليه اشخاص ما بيحبونا يكون عم بيغشونا، يعني هو لحاله رح تلعب الدور، تقولوا يمين شمال وقفوا اوعى تقلوا، تلعبوا هيدا الدور. الاشخاص اللي بتغش موجودين بالعالم او مش موجودين انتبه منهم. اوكي في اشخاص بتحبنا واشخاص ممكن ما بتحبنا. بلش الشخص اللي عم يديرنا اوكي في فريق ربيع برافو كفو 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 برافو الشغله ميرسي شغلة منا صعبة، شغلة سهلة. لما منوصل بالشخص وصلنا على المحل اللي لازم نوصل عليه.